مش هذا الكرام، تحية الود والاحترام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في الموعد. تحياتنا لكل متابعينا الأكارم داخل وخارج السودان. اليوم رحل عن دنيانا شاعر عوض أحمد خليفة. هو العوض وإذا عطل أحمد خليفة من مواليد أم درمان بحي الموردة، نشأ وترعرع فيه. شاعر متقن ومجدد رقيق، طوع الكلمة وسكب فيها من عاطفته وجعلها تنبض بالمعاني الزاخرة والصور الرائعة البديعة. تغنى له عدد من الفنانين الكبار على رأسهم الفنان عثمان حسين. هو كان صاحب النصيب الأكبر من ما كتبه الشاعر عوض أحمد خليفة. تغنى عثمان حسين بربيع الدنيا وخلي قلبك معاي شوية ونورة وعشرة الأيام وصدقيني وصرخة شوق وخاطرك الغالي. أيضا عبد الكريم الكابلي تغنى له بعدد من الأغنيات، منها يا أغلى من عيني وكيف يهون، وأيضا أغنية غرام. وزيدان إبراهيم لهم الرحمة والمغفرة أيضا غنى له دنيا المحبة وبالي مشغول. وإبراهيم عوض غنى له غاية الآمال وأبو عرك البخيت لو كنت ناكر للهوى. وشرحبيل أحمد غنى له أيضا لما القمر وليالي الشوق. ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل من أصحاب اليمين والرحمة والمغفرة أيضا لكل موتانا وموتى المسلمين. في هذه الحلقة الليلة حنكون على شاطئ سليل الفراديس، النيل. والنيل ده فيه كثير من المتلازمات معه، يعني على مستوى الموسيقى والفن. واحدة من متلازمات النيل الطنبور، هذه الآلة الشعبية الجميلة البديعة. طبعا كثيرين من عشاق الطنبور بيوصفوها بالسلك، يعني السلك ده عنده سحر كذا لما تسمع هذه النغمات، ويتغنى بها فنان مجيد أيضا. ضيفنا في هذه الأمسية من في الموعد نسبح معه عبر عدد من الأغنيات، فنان له تجربة تستحق أن نقف عندها، نستمتع أيضا بأدائه وبنغماته. خليفة محمد الخليفة الشهير بخليفة تلب، مرحبا بك مساء الخير، حبابك في غرات الشروق. التحية لك والتحية لكل الفريق العامل، والتحية لأخونا ناجي الزومة، والتحية لكل المشاهدين داخل السودان وخارج السودان. مرحبا بك في غرات الشروق، والطنبور ملازمك يعني. قبل ما نخش في المحاور كثيرة ونتعرف عليك ونتعرف على منطقتك محلية مروة وتنقاسي وكثير من المحاور كده، خلينا نبدأ بأغنية يعني نهديها لكل من يشاهدنا وكل من يحب خليفة تلب. الأغنية لأمير الجيلي منطقة مقاشي، هي رسام رمية وعاد أغنية لوليد حسني. تفضل. لا تحزن، لا لا تحزن، كان سبت عز الناس. يا صاحبي لا تحزن، قلب البنات أصبح اليوم عديل فولاز. الواحد يوم يوم تجيك تجيك برغة الإحساس، يوم يوم التجور هي عليك ما بتعرف الإخلاص. آدم يا قاسي زمن بين حواء والوسواس وخلاها فات جنان، بيدوب أم الناس. يا صاحبي لا تحزن، كان سفت عز الناس. يا صاحبي لا تشكي، يا صاحبي لا تشكي، أنا زول تعبت خلاص ومن الغرام لاقيت الحب يعدل الناس. يا حليل زمان، يا حليل زمان يا أخوي، ناس مروا والعباس وزي ليلة في التاريخ سبحة رغم مقياس. يا صاحبي لا تحزن، نسيت تعز الناس. ضحت كثير في الريد ما زار عيون نعاس، شوف الغرام اليوم بجيب عديل تتقاس. بالبوكسي والنيسان الراحة والبوتجاز وبآخر الصيحات وكمان عقود الماس. يا صاحبي لا تحزن، كان سبت عز الناس.
يا اخوي شيل ايديك شيل ايديك ضحك مفضل كاس قبال تضيح في الريد وغوا من المياس اقطع وصال الريد وصال الريد من الجزور بالفاس وشيد بصور دنياك من طوبة يبدا الساس يا صاحبي لا تحزن كاسي بتحزن ناس لكن ما بيفيد غير زاد مصيبتي الفينينا أبكي 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 من العلي يا غادر من سيفتيني قلبي قاسي ليه تالا يا ما بيتلين يا خاينة هوايا نزل بيه محتيني خاينة هواي يا خاينة هواي أنا ذنبي إيه محتيني حيقوب بلا موت يا غادرة كفنتيني ليلة ليه ودى لحد يا خاينة زفيتيني من مر الحناطل يا مجرحتيني كاسات العذاب أصنافها وريتيني أوي كاسات العذاب العذاب كاسات العذاب أصنافها وريتيني في عز النهار شفت النجوم بعيني ليلتك فيك الدموع الدموع فوق خديني لو همك شقاي ما كنت قنحتيني عايش في عذاب وش عاري فيك حزيني ليل عايش في عذاب عايش في عذاب وش عاري فيك حزيني شي فايدة بكاي كيف عنديني ما طال الزواج جسمه ونصيب يرضيني وأسفي الشديد أسفا عليها سنيني لا 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 وأسفي الشديد الشديد وأسفي الشديد أسفا عليها سنيني ما دمعت هواك تلاشت من عيننا الأمان الأمان لبر الأمان بالله عاد رزيني تتحل القيود والحالة تصبح زيني لبر الأمان بالله عاد رزيني تتحل القيود والحالة تصبح زيني يتلم الشمل من تاني بينك بيني شمل من تاني بينك وبيني من ريدك محال إنسان يقول يهديني من ريدك محال إنسان يقول يهديني ليلة من ريدك محال إنسان يقول يهديني شكرا جزيلا خليفة تيل كتر خيرك على اللحن اللي بدينا به والحلقة دي في محلية مروي من تنقاسي محلية مروي تنقاسي برنات منطقة اسمها برنات ما بين القرير وبين تنقاسي بالنص ايوه غرة الطنبور ده هناك يعني مش الحلة بس يعني حتى الأسرة الكبيرة والأسرة الصغيرة كل الناس بيتذوقوا الفن ده وبيكون في عدد كبير جدا أكيد من الفنانين نعم. يعني مين أثر فيك وأنت صغير كنت دائما بتسمع حفلات أو بتمشي تحضر حفلات
من الفنانين ايوه له الرحمه والمغفره، وانا بحيي اسرته وبحيي الاستاذ عبد الرحيم البركل واخو عبد الرحيم البركل الكبير له الرحمه والمغفره وربنا يجعله مهل الجنه. عبد الرحمن محمد صالح اللي هو عبد الرحمن البركل ده اللي كان انت بتكون حريص انك تمشي تحضر حفلاته. ايوه شو اللي كان بيعجبك يعني وانت صغير في الوقت ذاك؟ اللي بيجذبك شنو يعني؟ الغنى ذاته ولا الجو العام والناس محتفلين ولا الطنبور ورنة الطنبور ولا الطبله ولا يعني حاجه كانت بتجذبك كده في والله الزمن ذاك نحن من دسته ذاته من اخواننا الكبار يعني ساعدك ما في بسمعوا بس عبد الرحمن ده يعني ايوه لسه ساعدك ما يعني لكن من اخواني الكبار ذاتهم بيمشوا لسه بنسمعوا كلنا الاسره كلها بتسمع عبد الرحمن محمد صالح يعني. نحن دائما بنقول انه البيئه دي بتكون مؤثره في الفنان، يعني اي زول عنده نوع من الموهبه بيئته بتاثر فيه، يا بيختزي لها بعدك لما نكبر بيقدر يعبر عنها، او بيكون من ما هو صغير شاف الحاجه دي يعني زي كنت مثلا انت من كنت صغير كنت بتحضر الحفلات وبتشوفه وكده. بديت متى انت تغني ذاتك؟ بديت 1993 دي أول حفلة مناسبة كانت جنبنا، كان فيها فنانين يعني ما جايبيني كفنان، كان فيها فنانين واحد من العراق له الرحمة المغفرة واحد اعتزل الونسة، فأصحابي قالوا لي تغني. كيف الشجاعة اللي في الوقت ده؟ والله شردت شردت عديل شردت عديل وقبضوني وجابوني شالوني شيل عديل اثنين خدتوني قصاد الماي. اللي هم قالوا لك غني بس كده ساي ولا كانوا بيسمعوك في المدرسه؟ بيسمعوني كان لا ما في المدرسه اصلا ما غنيت كنت بلحن الاناشيد بتلحن واحفظ ايوه هي الدورات المدرسيه لكن مع الاصحاب مع الاصحاب نقعد في الجزيره نحن في جزيره اصلا جزيره اسمها جزيره برنات حتى هذه برنات ايوه فبنسوي قعدات داخل الحله وبيسمعوني بيجوا يصفقوا معي بعضا من اليوم ده اخذتوك في وش المدفع ايوه فشالوني خدتوني غنيت له اغنيه واحده وما تميت ذاته وانسحبت شرد. متذكر الحفله دي بتنساها؟ لا لا ما بنساها. فسمعني شاعر من الزومه له الرحمه والمغفره اسمه سيدي احمد عبد الكريم تركي قال لهم في فنان غنى ورا الفنانين ديل الغنوا ديل داير وساعدك انا ما عندي بهم معرفه يعني نعرف ناس الزومه علاقتنا معاهم قويه يعني وانا بحييهم فمشيت له اتعاملت مع اول شاعر تعاملت معه ده كان اول زول كتب لك اول زول كتب لي سيدي احمد عبد الكريم طب بعد ذاك شاعرنا كتكي استمرت ب بعد ذاك تعاملت مع شعراء أيوه. طيب نسمع اغنيه ثانيه نسمع شنو؟ اغنيه له الرحمه والمغفره الاستاذ احمد النظيف وانا بحيي اسرته من غادي جينا ويا أرض الحنان استقبلينا شدين الرحال من غادي جينا ويا برنا تمرقي استقبلينا ليلة من ما قمنا في حضنك ربينا اتعلمنا ذا التوفيق حبينا حنان الام بيظهر في جبينا ويا خلق الله صلوا علينا بينا ليلة من شبينا 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 ريدك شب فينا وذكراك جوا في الاعماق دفينا الطوبة ودفينا ومشتاقين ولسه ما اكتفينا الليلة يا أرض الحنان مستقبلينا ليلة من ما قمنا ليه من حياك هوينا وقمنا رضينا من صديق قبينا نحن الغربة بين الكوينا وجيناك نحن عطشانين بينا
مكارمك أبدا ما نسينا، حكمتنا الظروف بس ما قسينا، يناجتنا بك في طور سينا، وليه بر السلام تصل السفينة. ليلة يبغى النات مرقي استقبلينا، ناتنا قالوا الليل عيدة، والف يا النظيف جيب لك قصيدة، شوفوا الدار كيف هذا صيده، ويسوي الكي قبل كيتن علينا. الليلة يا أرض الحنان استقبلينا، ليلة أعزف يا السليك لحن العزارة، سمحة ورينا يا سارة، خلي الموية تنزل في انحدار، وقلبي الجدول أدالك علينا. يا برنا تمرقي استقبلينا، ليلة زغريت يا الفرح زيد المحنة، ويا سعف النخيل بقالوا حنا، قلبي سعيد يبقى له جنة، وليش أهل العسل يمشي ويجينا. الليلة يا أرض الحنان استقبلينا، نحن شدينا الرحال من غادينا، ويبرنا تمرقي استقبلينا. الفنانين دائما ممكن اعرفوا الناس عن مناطقهم اللي جو منها، يعني سيد وصف جميل جدا لابرنات، اسمع يقول انه فيها ويلف كده والناس علاقتهم مع بعض طيبه شديد، فنقول لك كده وصفها لنا ثاني يعني ابرنات دي. اللي انت ربيت فيها وتربيت فيها جزيره هي. ايوه هي جزيره ما بين الاتجاهات الشرق والغرب. الاتجاهات الشرق فيه ناس ابرنات ناس نزات أيوة. فاصلنا بحر. والاتجاه الغربي فيه ناس الزوما اللي درسنا معاهم وتربينا معاهم نشأنا معاهم. ايه الزراعه هناك هي الحرفه الرئيسيه. هي جزيره فيها زراعه وبيزرعوا كل المحاصيل، يعني فول، قمح، برسيم، بس حاليا زارعين. الجو ده برضه بيساعد الزول انه يطلع الابداع حقه يعني. الحين اللي فيها ناس كثار بيكتبوا شعر؟ لا ما كثير. الحين دي صغيره. ايوه هو احمد النظيف ده له الرحمه والمغفره. واللغنية دي ذات الأبرنات يعني. أيوه هو الكاتب الأبرنات. أيوه هو الكاتب الأبرنات، هو قاعد في كوستي لكن كاتب لمنطقة أبرنات. طيب يعني كيف كنت بتلاقي الشعراء والمغنيين؟ يعني هل في منتدى بيلم الناس؟ بتتلاقوا في المناسبات؟ بتلاقوهم هنا في الخرطوم؟ والله يعني كيف المجتمع الفني ده هناك؟ والله بنتلاقى يعني بنتلاقى في 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 الأندية مرات، وفي الأندية طبعا ما يعني في بيت الشاعر ممكن امشي في بيت الشاعر، وهو يجي ذاته في الجزيرة يتعامل معاي، والشعراء محددين هناك يعني. حتى في الخرطوم هنا بجي مسافر بمشي للشعراء بلاقيهم. مية اكثر زول غنيت له منهم؟ غنيت لي قسم السيد عبد الرسول. ده اكثر زول غنيت له. اكثر شاعر غنيت له. اغنيات كلها كانت في العاطفه وبعده كدكه. كلها في العاطفه ولا كان في حاجات ثانيه غير العاطفه؟ والله كلها في العاطفه. في شاعر الزوم اللي تعاملت معاه ده عنده اغاني وطنيه يعني كثيره، اكثر غنى وطني يعني. ايوه غنيت له غنى وطني. غنيت له غنى وطني. طيب نسمع. اغنيه بتقول انا التربال انا الزارع انا ابن الرفع جلات التقدم لو وقفت تجي. أنا التربال أنا الزارع أنا ابن الريف، هي عجلات التقدم ولو وقفت تقيف، جزاي عند الله والمخلوق أنا التشريف، ولو كان من رغيف شين قالوا في التصويف، دوام بيحتز وما بيهتز، وحملي شايله ما هو خفيف، انا لا الطير في سماء ولا في مراح وعليف، شاهد ليا
واثنى علي من مدح اللطيف، انا المتوكل الايمان وما هو ضعيف، انا شايل السقوط والحر وكفي خريف، يخلي الجاف اجمل واحة منظر يوحي بالتأليف. انا اليومات صابق غرسي من فاكهة وخدار نخيل، وحي الساحبات العظمة دقت فوق شواطئ، دقت فرحة نظمت سير ليها الضفتين بتشيل، وبيها مضبح في السم صاطة صيد علي يا زين وعديل. يا المهام فراق عليك، يا المهام فراق عليك، وما فزيت بكرة تكيل، الغد ليك واجد ليك يا سيد اللي بتنتج بالخريف والنيل. العالم العالم ده شايف ضعام عندك يا ابني مليون ميل، وصاقع وحلالي عليك وعينه ليك، شقش ما تميل بيمين، شمر ليس وعد الجد وعض شفاك، احفر ضاعف البيسيل ستحصد كل رصيد الليل، وبغران منك الاوب تخلي عديل. ده اليوماتي يوماتي تسمع وزني بمسيك بها زيد، وهز بمنجلي وطورتي واضرب رجلي فوق شديد، ويقف تاريخ جدودي امامي أن أطلع فوق وتاني أعيد، عشان عزك ورفيع اسمك ده كم قدم لروحه شهيد. لو مول انت ربيتيه، لو مول انت ربيتيه وعلمتيه وليه دفعت دون ترديد، ما استخرج كنوزا فيك طلع بعلمه بالريفيد. يا أرض انت سوي تملي، انا في حوجة لكل يد، لكن نظر حياتي بيكي في ضيقي ورخاكي سعيد. لا من عاد انا وياكي، لا من عاد انا وياكي، نبلغ ماله كنا نريد، وكون يوم ذاك وكون يوم ذاك امام اهل المهن ما يعني صانع العيد. كتر خيرك، حاتواصل معاك ومع كل مشاهدينا الكرام، اكيد نقف لفاصل قصير من بعد نتواصل في الموعد. مرحبا بكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام في الموعد، يعود بعد هذا الفاصل. تحيانا لكل الذين انضموا لي وتابعونا فيما تبقى من هذه الحلقة، وضيفنا في هذه الأمسية فنان الطنبور خليفة التليب. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية خليفة. يا مرحبا، مساء الخير عليك مرة ثانية. السلام، مساء النور. يمكن استمعنا قبل الفاصل لواحدة من الأغنيات الوطنية يعني اللي أنت تغنيت بها، وهي كانت رمية، وكنا نتكلم عن تعاملاتك مع الفنانين. جيت على ذكر كذكي قبل، علاقتك بالشاعر كذكي. الشاعر كذكي طبعا من نفس المنطقة يعني تنقاسي وبرنات كلها واحد يعني. أيوة. تنقاسي وبرنات كلها منطقة واحدة، وهو من تنقاسي. أيوة. فقريب لي يعني. غنيت له كثير أعمال كثيرة. غنيت له كثير وغالبية أغنية وسيارات يعني. متين علاقتك بدت معاه يعني؟ على المستوى الفني يعني من طولت 98 يعني. ما شاء الله. أيوه. فترة طويلة. لما أجي من الشمالية بجيه طبعا هنا الخرطوم، وطبعا مستقر هنا، هو مستقر هنا الخرطوم. كذلك بيكتب في مواضيع كثيرة يعني، من أطول الأغنيات اللي انت غنيتها له رسائية تقريبا، كتب مرسية. أيوه. لكل الفنانين الرحلوا من نادي الطنبور. أيوة. فنان كشاعر جمعهم كلهم في مرسية واحدة، فردت كورس.
ضابط إيغاع، شاعر، كلهم ضبطهم في مرسية. المرسية فيها 59 بيت. أيوه. 59 بيت. طويلة شديد جدا جدا. طب لو دارنا فهو عنده فيها كلام كثير كدكي. لسه يعني داير يتكلم كله عن شاعر وكله فنان رحل وكله، لكن الزمن ما بينسي. ان شاء الله لنا ممكن نسمع جزء منها. ان شاء الله ان شاء الله. Oh,
بر خالد المحبوب يا انا يا ذا الكرو في الضلوع منكوب شاعر كذكي جدا جدا. ارحم على كل الناس تذكرهم يا رب ارحمهم واجعلهم من اصحاب اليمين وكل موتانا وموتى المسلمين. ده توثيق برضه مهم جدا لكثير من الناس قدموا يعني لنادي الطنبور وقدموا لاغنيه الطنبور. نعم نعم. سواء كانوا مغنيين او كانوا كورس او حتى كانوا يعني عازفين او كانوا شيالين او كانوا ضباط غاء. ضباط غاء. رب الرحمه والمغفره. اتعاملت مع كذكي ثاني في شنو؟ كتب لك شنو ثاني؟ والله في 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 طير المحنه وفي غناء عبد الرحمن طبعا محمد صالح وفي عنده سهرات برضه ابو غالي اللي عندي سهرات. انت بتلحن براك؟ بلحن براي يعني نادر من يلحن لي يعني كشاعر والله. طيب لما تيجي تلحن اغنيه كيف بتكون يعني فكره الاغنيه في 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 بالك علشان ما تشبه اغنيه ثانيه عشان ما يشبه لحن بتاع اغنيه ثانيه؟ والله هي أصلاً الأغنية يعني لما يديك أنت بتختار من الشاعر طبعاً إذا نفعت معك تقدر تلحينها. أيوة أنت حبيتها. أيوة حسيت. أيوة أنا حسيت بقدر ألحينها وأشيلها من الشاعر. وفي أغاني ما بتتلحن يعني للفنان. أي أغنية أقدر ألحينها. أنا بتذكر في أغنية راقدة عندي 5 سنة والله حقت الفاتح إبراهيم بشير وجلحن لي هو. جلحن هو. لحن هو ذاته ما قدرت عليها والله. طيب من أغنيات السيرة دايرين نسمع واحدة من الأغنيات. يا أبونا كذكي وأنا بحييه إن شاء الله يكون متابع معنا. بس الدخري عبونه يا حبانه الدخري عبونه العريس قمر الزين والسمحونه يا حبانه الدخري عبونه عريس قمر زين وسامحونه يا حبانه من عامر سبيل حاشاه من ضال واهي بروحه ليه بالدم وجاله من خير وخريره اتكفت الحاره ايده بحر مسور انهدم الساله يا حبانه دخري عبونه في الحرة قدامي غاموس في العلم داير له إعلامي فتحات الكرم واصبح مسلسال ويشمر يقع فوق الجمر عامي يا حبانه دخري عبونه زالا يستحق زالا يستحق فعلا يغنوا له واقف للكبير دائما عليه طوله من خير الوفير الماهود ابزوله للغاشي بيكيل والماشي ليه حوله يا حبانه مربوع بيت ابوه الصالة في الصالة وفوق الناس جميع ايديه ضلالة ابدا ما حصل طول عمره قلالة وشيال الثقيل اللي ها سندالة يا حبانه دخري عبونه ليلة دخري عبونه الدخري عبونه العريس قمر الزين والسمحون لما تيجي زيارتك في الخرطوم لما تيجي الخرطوم هل بتشارك في المنتديات نادي الزوم مثلا او غيره برضه من النوادي
الاماكن اللي بيكون فيها ورا الطنبور. نعم والله طولت منهم يعني وبحتذر لهم. طولت منهم. انا بسافر الدوحه يعني متجول ما قاعد والله. ولكن هسه حكدك عنده معاي لغايه في نادي الباس ان شاء الله الاربعاء الجاي باذن الله. يوم الاربعاء الجاي. يوم الاربعاء الجاي ان شاء الله. حيكون بالمساء. بالمساء. نقدم هسه دعوه لكل الناس. لكل المشاهدين ان شاء الله. اخر اعمالك اللي انت الان شغال عليها شو؟ او بتفكر تعمل شو يعني؟ يعني يا طول لسه ما غنيت يعني في العاطفه في الوطن في السيره يا يعني حاجه حاسين انه انت لسه ممكن تقدم فيها اغنيات اكثر؟ في الغزل غنيت كثير والله. في السيرات يمكن ما كثير جديد لكن بغني يعني فاصل ممكن ست اغاني ممكن اغني سيرات مع بعض. الشعر بتاع اهلنا في الشمال ده الاشعريه تحديدا لما نكون بيتكلم عن العاطفه الناس دايما بيقول لك دي قصص حقيقيه. فبيقول انت بتشيل من الشاعر بتكون عارف الحكايه دي لو حقيقيه والله. ايوه هسه الاغنيه الاولى الرميه والاغنيه الاثنين حقيقيه. مواقف حقيقيه. مواقف حقيقيه. والشعر الشعر هم ذاتهم يعني بين نفسهم. حصلت لهم. حصلت لهم ايوه. كويس انت حتكون زي الصندوق الاسود كل ما نسمع علينا اغنيه حنقول لي لازم اقول لك ده موقف حقيقي. طيب عاوزين نسمع لحن ثاني. اقدم لحن للمرحوم وبحيي اسرته عبد الرحمن محمد صالح. عبد الرحمن البركه. عبد الرحمن البركه. مشيت كاسنجر اليوم اربحة لقيت لي طالب الله ينجحة عيون نظراتك اتلان الضحى تنوت لي قلبي ما حمريحة من القلب الجميل المنح القمر استحى هاي خداد عدا برود ما فتحا وغوام اللاق غبنا مسيحا قال حلا تداب صفر مبلحا يا حلا تداب صفر مبلحة الرواد حيضانة زيد مصلحة أي حمام من نشار دي مرويحة يا حب هبريشة ما حما جنحة تقول حورية شايل ملامحة حدت لي بسامة عبري مفرحة ومساهر طرف الآلام لاصحة قال جدي شفت ماها مصرحة جدي شفت مصرحة تداوي جروحنا تاني جرحة نصدنا حد مداب ومسلحة وما خلي قلوبنا زي ساق الجحة يلقال مراكب ريدي دي ما مطل وحا مراكب ريدي ما مطل وحا سواد شعر الضفاير ومسرحة لا 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 الدمعة تحنيك يا مسحة تقول الجارة أمس وصابحة من قال البلد خير اسمحة
جزيلا خليفة تليب كثر خيرك برضه على الأغنية الجميلة دي. نحن قربنا لختام الحلقة، لكن طبعا نختم بأغنية ثانية، فسريعا لو حاب تحيي كل الناس اللي بيستمتعوا بأغنياتك وتوريهم انت حتوعدهم بيشوفوا في الفترة الجاية، ونختم بأغنية. أحيي كل المشاهدين وكل المستمعين داخل السودان وخارج السودان، وأحيي الأسرة بالدوحة، وأحيي الأسرة السودان آل التلب. وإن شاء الله عندي أغاني جديدة لسه ما تلحنت، إن شاء الله هتتقدم لله إن شاء الله بإذن الله. لسه في آخر عمل إن شاء الله بقى قرب لسه بغني لك إن شاء الله. حغني شنو آخر حاجة؟ بسم السيد عبد الرسول فاطمة حليلة ودي الخضرة المدفي جنينة. يا سلام، دي حتكون أغنيتنا لختام هذه الحلقة. حتى نلتقيكم تقبلوا تحية فريق العمل الذي سعدنا ونحن نقدم لهم، ورح الختام مع خليفة التلي. فاطمة حليلة يا خداني فاطمة حليلة، فاطمة حليلة دي الخضرة المدفي جنينة يا خداني فاطمة حليلة. شوق يا طيور روحي لا لسه انا ما نسيت قولي لا ليه همساتنا عند القيلة الوناس الطبيلة طبيلة يا خلال. ريدتنا الفتنة حبيلة وجوا سواد عيوننا نشيلة يا خلال فاطمة حليلة. لسه عليك قلبي يا حاتي زي طفلا على امه يتاتي شوقنا ما بيغيب يوماتي يا فاطمي شغلت حياتي يا خلال. داير المرقة من شبكاتي مطبوقات قيودي تلاتي يا خلاني فاطمي حليلة. فاطمي السمحة صيف وشتاها وين مشت القلوب تبراها أبدع ربها السواها ما لمكت ترالي أزاها يا خلال. دي الصيدة اللي قد مرعاها ما فاكراني ضربي خلاها يا خلاني فاطمة حليلة. هيني الفرقة قاسية لما يا قاسية لما هيدي قاسية لما يا فاطمة القلب ما هما يا شبه التبيش الرمى يا البيت الضمي ماكي ظلمة يا خلال. قلبي وقع ما سمى منك دار موت أنا ضمى يا خلاني فاطمة حليلة. ليك يا السمحة كيف أبدا أصل جروحي ما بتتعدى ناجيك رغم طول المدة ما تحب للصبر بشدة يا خلال. والله انا ما نسيت القعدة في وسط النخيل والسعدة يا خلاني فاطمة حليلة. هيدي فاطمة حليلة يا خلاني فاطمة حليلة، فاطمة حليلة دي الخضرة اللي بدفي قليلة يا خلاني.